احنا بشقق المامون معاناتنا كثيره ما شويه اهمال بالنسبه للصحه هذا المستوصف داعينا به داعينا به الى الان انجزوا انجزوا ما حد بين مش المقاول درج ومشى حتى شغل ما كمل يعني شغل بعد يعوزوا بعد في شغلات عافوا ومشى قال والله هذا حدنا احنا يعني هاي ابسط شيء هذه تشينكو مترين اذا تقدر تصورها مترين ما اكثر دعق قال هاي ما عايد لنا هذا المقاول فداعينا كما المستوصف اريد كادر يعني طالبنا الا ما عجزنا على المستوصف كما المستوصف اريد كادر نطالب بكادر لان هو هذا المستوصف خاص ما شقق المامون نقلوا المستوصف والكادر فوق بالتقطيع وظلت الشقق والمنطقه كلها بلا مستوصف فانعاني من هاي شغله الصحه اثنين نعاني من الكهرباء احنا شقق هذا من يطفو عندنا الوطني بالليل نختنق المولده ما تقدر تشغل لا تشغل مولده هذه مبرده لا تقدر الشغل لك فرد شيء يعني بس على البانكا هذا الصيف كلته على البانكا هاي بالليل من يطفو احنا عندنا كان استثناء الشقق كل سنه استثناء هاي من قبل داعش وورا داعش ولي حد الان استثناء ماكو ملغي بالنسبه للمجاري ذاك اليوم مرتين ثلاثه طالبنا يلا جو وصلوا لي هنا مد الصندة شغل مع بشنا ها والله عاطلة جانا ورا ثلاث ايام جاء فتحها البلدية تجي هذا الوادي ينترس انقاذ وصخ تجي كل اسبوع كل خمس ايام يجي يشيله شوية يمشي يعني الريحة مكروبات هاي اشو ما تأثر هاي كلها مكروبات المجاري من ورا مسدودة وطافحة نظل احنا بيدنا لازم يجي بالصاروخ الصاروخ يضربها هذا وانفتحت انجازه تاروج ومشى احنا نطالب بخدمات اول عندنا معاناه هي المستوصف بنوها وكملوها يعني استغرق اربعة اشهر خمسه بناء فبعدها قالوا هذا الشهر تنفتح ولحد هسه ماكو كل شيء ما, شي. ما فتحوها اصلا والناس يعني عاد تطلع للمستشفيات وناس ما عاد هنا ناس واقعه حيل اللي فوق كلها ناس واقعه وثانيا لو ساخ البلديه يعني بس تجي للمزبله تشيل لا تعتني بالشارع لا بالدنيا كلها يمك كثير شغلات يعني الناس تعبانه هنا حيل. والمجاري المجاري دائما تطوف للناس. خصوصا اللي جوا المجاري دائما وقت الامطار الفياضات كلها تطوف، الناس تطلع نعم، طبعا شلون الريحه، الامراض. طبعا الريحه، الامراض، الذبان، باقي الحشرات كلها تاثر على الاطفال وعلينا. زين ما ما لا 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 ما حجا ما حذر حتى هسه ما حذر بس البلديه. شو تطالبون نطالب بعات هذا الشيء المجاري نظفوها دائما آه البلديه الشوارع كلها تنظف ما يصير هيك حتى المنطقه تنظف تطلع زينتها. الناشئ السيد المحافظ مدير المجاري المامون يعني منسيه هذا المستوصف لحد الان كملوا جهزوه بس كادر طبي ماكو شغله المجاري يعني دمرونا بالمجاري ماكو شغله الكهرب نعاني من الكهرب فخاصه شقق المامون مدخل المامون بدايه المامون لا بلديه تصلنا. لا كادر يصلنا فنرجو من مدير بلديا يراعي يعني يعني وظروفنا